انا جاي انت جاي نتفسح يعني. طب يا دكتور، بما اننا شعب بيحب في حته فتيه كده في الادويه، يعني شايف ان فتي في كل حاجه شيك والله. بس في الادويه هم يعني عندهم تطلعات طبيه المصريين عموما، في عده سفر الانتينال والانتيبيوتيك والحاجات دي، مش عارف ايه الحاجات دي. شايف ان مجموعه البرد ومجموعه الاسهال انا لسه فاتي لك فتيه بره بتاعه الذهب. لسه بقول له الذهب بيقلل الخصوبه على الرجاله، قال لي ايه الفتيه دي؟ ده مش حقيقي. لا لا قطعا مش حقيقي. لا طب الفتيه بتاع المريض المصري ده بيظلم بيخلي الدكتور ساعات يتحط في موقف؟ لا انا عايز اقول لك، هو كل الاطراف مظلومه. المريض مظلوم لان الدكتور ما عندوش الوقت الكافي ولا الطاقه الكافيه انه يشرح له حالته، والدكتور في اغلب الامور برضه بيعاني من المريض، بيستقي يعني معلوماته الطبيه من مصادر بتكون مضلله وتخلي مجهده للعيان ومجهده للدكتور نفسه. يعني انا هقول لك على حاجه، مثلا في امريكا لما تلاقي واحد عنده سكر او واحد عنده ضغط او واحد عنده القلب، انا مش عايز اقول لك ان المعلومات الطبيه اللي عنده والله ثابت بقى احسن من دكاتره ممارسين عامين او اطباء باطنيين عندنا. المريض بيقرا وبيعرف، وده مش بس عشان يجهد الدكتور او ما يجهدوش، خلي بالك ان المريض لما بيعرف طبيعه المشكله الصحيه اللي عنده بالتريمنج لبعض الصفات او بعض العادات اليوميه اللي بيعملها ممكن يحل 60 70% من المشكله. فاحنا محتاجين توعيه صحيه على كل المستويات. يعني هو ساعات المريض بيبقى شغال ضد الدكتور على طول على طول. ده هقول لك على حاجه لطيفه بقى، ساعات العيانين اما يجوا عندي في المستشفى او في العياده تبتدي تشتكي لك بامراض مش عندها عشان تهتم بيها اكتر، مش فاهم انك هتوديها في ده، فاهم انها كل ما تبقى تعبانه وزعلانه اكتر كل ما انت يعني هتتوصل بشغل زياده تقريبا. عامل كانها ست عادي اللي هو هتتوصل بالزبون يعني. طب ايه الحكمه يا دكتور في ان واحنا صغيرين كل ما نروح لدكتوره المدرسه تدينا ريفو حتى لو عندنا اي حاجه؟ انا كان اسكين يمكن انت ريفو كانت بقى حاجه بالنعناع مش فاكر كانت ايه. لا احنا عندنا معتقدات، زي ما كان شيكو اسبرين وكوبايه شاي يعني. في عندنا بعض دي موروثات على فكره في البن والجورنال في الكالتشر الجورنال اللي في صدرك. طب موضوع ان الواحد عينه تطرف تقعد تنفخ له فيها ده؟ لا ده على حسب بتنفخ لمين بقى. بس بتنفع. طب حركه الظهر دي كده دي لو طرقع له ظهره؟ بص الطرقعه بتاعت اي جوينتس مضر، ساعات تلاقي واحد بيطرقع صوابعه وبيطرقع كتافه، المفروض الواحد يعني خصوصا لو حد قاعد على مكتب فتره طويله او راكب طياره فتره طويله او شغله بيتطلب منه وقوف، طباخ جراح عسكري، انه يعمل بعض التمارين ستريتشنج جسمه، انما طرقعه الجوينت اللي انت بتعملها دي عارف دي تعمل ايه؟ الطرقعه دي بتطلع ازاي؟ السائل اللي هو جوه الجوينت ده بيطلع بره الجوينت والعظم يحك في بعض. فاللي بتعمله ان انت تبتدي الجوينت بتاعتك يحصل فيها دامج للناس المتعوده كده. دكتور اكرم، حضرتك مش شايف ان التعليم الخاص في الطب، حضرتك شايف اصلا مش شايف ان انا حران أبي. انا مش شايف حضرتك اصلا بالشمس. ما تيجي نرجع ورا شويه؟ تعالى يا ريت والله. نشيل ولا ايه؟ نشيل قدامي يا حبيبي. انت ممكن تشيل لوحدك اصلا. تشيل بيد واحده صعبه. اللهم صل على النبي ما شاء الله. بس هنا بس هنا بس هنا. تعالى بقى كده كويس ولا ايه؟ تعالى تكسر الشمس. طب يلا شيل بس كده.